ألفا، حيث لا تزال سفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي لا تزال تصارع مرض السرطان. نتابع تفاصيل مع سارة بالحر. You said your mom had long hair. Tell me something else about your mom. Sure. I didn't get to meet your mom, so I want to know what she was like. لا تزال الممثلة الأمريكية المشهورة أنجلينا جولي تصارع مرض السرطان مرة أخرى، حيث أجرت مؤخراً عملية لاستئصال المبيضين بسبب الورم الخبيث، وذلك بعد عامين من استئصال ثديها تجنباً لمرض سرطان الثدي. حيث تعاني الفنانة من ورم سرطاني يعرضها باستمرار لخطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان. لجأت جولي إلى الجراحة بفضل نصائح الأطباء بسبب التاريخ المرضي في عائلتها، وقاية منها للاحتمال بالإصابة بمرض السرطان الذي أدى إلى وفاة والدتها، جدتها، خالتها، خوفا منها أن يفقد أطفالها الستة أمهم. صاحبة فيلم توم برايد الحائزة على جائزة الأوسكار معروفة بأعمالها الخيرية، وتشغل حاليا منصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يقال أن 20 مليون دولار هو إجمالي ما تبرعت به خلال 8 سنوات، كما أنها تنفق على اللاجئين خلال زيارتها التفقدية من جيبها الخاص. ونختم جولتنا الإخبارية بشأن وطني، حيث يغتنم تلاميذ المدارس نهاية الأسبوع الأخيرة من العطلة الربيعية للظفر بأشواق ترفيهية تنسيهم تعب الدراسة وروتين المنزل. التقرير لرادية بن هباج. يلتحق التلاميذ بمقاعد الدراسة الأحد القادم بعد أسبوعين من العطلة الربيعية، عطلة قضاها معظم التلاميذ في المراجعة، خاصة بعد الإضرابات والاضطرابات التي شهدها الفصل الثاني. وعشية العودة إلى مقاعد الدراسة يحاول التلاميذ الخروج والترفيه عن النفس كلما توفرت الفرصة. كل نهار واش مادة ندير؟ ومن بعد هذيك المادة اللي ما نحفظهاش نقدر نعاودها يومين ندير هذيك المادة باش نحفظها مليح. شمانة الدوزيام قلت نعطيها كاع ريفيجون، إن شاء الله نجيب 14 لا موايا ولا 15، أنا مادة بيا نجيب هكذاك. باقي السنة الأولى، بروميي تريماس جيت الأولى، دوزيام تريماس كيف كيف. تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية كان لهم نصيب من الراحة والترفيه، خاصة بعد أن بدأ العد العكسي لاجتياز الامتحانات المصيرية. بنتي جوز الباك دونك جيتي اوبليجي تقعد معاها. فولي مي ريبوزي باش هكا شغل جوج ديمار بيان ثوازيام تريماستر و جوغي لو تون باش نقرا ان شاء الله باش مي بريبار بيان بور لو باك. الخروج والتنزه كثير من الاولياء من ربطه بالنتائج الدراسيه، فكل نتيجه جيده تقابلها خرجه او هديه معتبره. لو كان ما يقراوش ما يخرجوش، فوالا هذا ما كان. هذه هي العقليه. ايه نشيلوا لهم حوايج ملاح هكذا شويه يعني. عنصر الترفيه مهم جدا لتجديد نفسيه التلميذ حتى تكون العوده الى مقاعد الدراسه بكل حيويه ونشاطه.